بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي على قناتكم المميزة قناة النادي الأهلي. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومحبي وعشاق النادي الأهلي فرحانين، كل سنة والأهلي هو اللي دايما بيحقق لنا الانتصارات والبطولات من بطولة لأخرى، وبيفضل على منصات التتويج المختلفة فهو دائما وأبدا المارد الأحمر. امبارح ودعنا عام كان صعب جدا علينا، كان صعب جدا على الجميع. بدأ بداية صعبة جدا لظروف جائحة كورونا، ربنا خلص العالم منها على خير ويشفي جميع المصابين وعودة الحياة الطبيعية في أقرب وقت إن شاء الله لجميع أنحاء العالم. هي مرحلة صعبة عشناها كلنا، ودعنا عام الحمد لله رغم قساوته وصعوبته كان النادي الأهلي هو البسمة والفرحة وصانع الابتسامة على لسان محبيه وعشاقه في كل مكان. حققنا فيه الثلاثية، دوري الممتاز، دوري أبطال أفريقيا، وأخيرا كاس مصر. وفي الآخر كمان بعد التتويج بالثلاثية توجنا بجائزة جلوب سوكر في الإمارات كنادي القرن في أفريقيا، وأيضا الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط، وده دليل على قيمة الأهلي وعظمة الأهلي. احنا كجمهور وعشاق النادي الاهلي، بطولات الاهلي مش عايز اقول لكم بتعمل فينا ايه. الفرحه بتبقى شكلها ايه عند البني ادم، يعني ممكن تلاقي البني ادم، طبعا كل واحد فينا بيبقى عنده مشاكله، عنده حياته الخاصه، انما لما الاهلي مجرد بس ما النادي الاهلي بيكسب ماتش، يعني الشكل بتاعنا كله بيتغير. البني ادم المود بتاعه فوز النادي الأهلي سواء مباراة أو ببطولة مهما كان عند الواحد بيتغير يمكن 180 درجة. الحمد لله استقبلنا النهاردة أول يوم في 2021، بنتمنى فيه إن النادي الأهلي يحقق المزيد من البطولات والإنجازات والأرقام القياسية، فهو دائما وأبدا حامل لواء البسمة في الكرة المصرية، ولا يكل ولا يمل من حظ البطولات، فهو يحصد البطوله وبعدين بيفكر في البطوله اللي بعدها. ما بنقفش عند ايه؟ عند بطوله معينه، ما بنقفش عند مكسب معين، ما بنقفش عند وصول لمرحله في منصه التتويج، لا ابدا. احنا بنفرح لكن بندور على البطوله اللي بعدها، بنبص على الاعلى، بنبص على الاجمد، بنبص على اللي جاي وهنعمل فيها ايه؟ مش بنفكر في اللي فات بقى واحنا عملنا وخدنا. عمر النادي الاهلي مفكر في كده، وعمر ما النادي الاهلي بيقعد يقول احنا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا، لا لا لا. النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. النادي الاهلي بيبص دايما بعد ما بيخلص اللي فات بيبص للي جاي، وعشان كده هو سابق الجميع. النادي الاهلي في حته والانديه الثانيه جميعها مع احترامي ليها في حته ثانيه خالص. النادي الاهلي بيتكرم مع الاساطير. النادي الاهلي فخر لمصر، فخر للعرب، فخر لأفريقيا، وفخر للشرق الأوسط. عام جديد بإذن الله مليء بالتحديات. يمكن الأهلي عنده مهام كتيرة جدا بيفكر فيها، أولها بطولة أفريقيا اللي احنا لسه مخلصينها وفايزين ببطولتها. بدأنا مهمتنا الجديدة لحصد البطولة العشرة إن شاء الله أمام بطل النيجر، كسبنا هناك 1-0 ومستنين مباراة العودة. عندنا كمان كأس العالم للأندية مع الكبار اللي هيتلعب الشهر الجاي، ونتمنى ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي ليه باذن الله دور في على الاقل الجوائز الثلاثه الاولى. وكمان البطوله المحببه لينا كاهلاويه الدوري الممتاز والنسخه ال 43، وبعد كده كمان عندنا كاس مصر وكاس السوبر المحلي وكاس السوبر الافريقي. في ناس هتقول لك ما كفايه يا عم نرتاح بقى، احنا لسه واخدين الثلاثيه الموسم اللي فات، لسه ما كملناش عليه اسبوعين واخدنا كل حاجه الحمد لله. لا لا لا، الاهلي مش كده ابدا. الاهلي في كوكب تاني. الاهلي بيفكر ليه ما ياخدش الثلاثيه السنه دي كمان، والثلاثيه تبقى رباعيه، والرباعيه تبقى خماسيه. ده حلم الجمهور وحلم لعيبه النادي الاهلي. دايما احنا مختلفين عشان كده. النهارده هنلعب اول مباراه في العام الجديد 2021، وهنكون جاهزين ان شاء الله مباراه قدام وادي دجلة، وإن شاء الله تكون بداية سعيدة للأهلاوية في أول يوم في السنة الجديدة. لكن قبل ما نروح للماتش النهاردة عايزين نقول لواحد من اللاعبين المخلصين والمهمين والمتميزين وعشاق الأهلي كل سنة وانت طيب. زي النهاردة
1 يناير عام 1990 عيد ميلاد حدوتة تونسية على الأراضي المصرية. حدوتة هو علي معلول الجناح الطائر، أسرع دليفري في مصر، عاشق الأهلي بمعنى الكلمة. علي معلول أنت بتشوفه في الملعب بتحس دايما إن هو مش ممكن ده يكون جاي لنا محترف من تونس، مش ممكن ده يكون 3-4 سنين بس بيلعب في الأهلي، لا لا لا. لما تيجي تتكلم معاه، هو علي جاري يعني ساكن في قدامي، ساكن في الشقة اللي قدامي، لما تيجي تتكلم معاه أو تسمع تصريحاته بتحس إن هو ابن من أبناء الأهلي، متربي في الأهلي، من مواليد الأهلي، من ناشئين الأهلي، تشعر إن هو أحد أبناء الأهلي المخلصين اللي هو طالع فعلا من جوه النادي الأهلي، مش لعيب محترف انضم الأهلي بس سنة 2016، لا، ده واحد من أبناء قطاع الناشئين فعلا، اللي كمان إيه؟ اللي قعدوا في الاستراحة وادعكوا في أرض الأهلي سواء مدينة نصر أو الجزيرة. علي معلول من اللعيبة المحترمين جدا اللي تعشقهم الجماهير بأخلاقه أولا والتزامه ثانيا، وكمان مستواه العالي اللي في الملعب اللي بنشوفه سواء في تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف. هو جناح طائر علي معلول التونسي الذي عشق الأهلي وأحبته الجماهير. هنروح بقى الماتش النهاردة، ماتش النهاردة زي ما قلنا قدام وادي دجلة، وطبعا كعادة مباراة الأهلي دايما، مباراة النادي الأهلي دائما كل مباراة مهمة، مع فريق كبير، مع فريق في وسط، مع فريق صغير، كل ماتشات النادي الأهلي مهمة. وطبعا كعادة الأهلي، النادي الأهلي دايما بيلعب على الفوز، بيحترم جميع المنافسين، ولكن بيلعب من أجل حصد الثلاث نقاط. إن شاء الله النهاردة بإذن الله نتمنى التوفيق للنادي الأهلي. وزي ما شفنا الماتش اللي فات، يمكن كان مستر موسيماني قال من ماتشين ثلاثة كده قبل ما يصاب بالكورونا، والحمد لله على سلامته، قلناها الماتش اللي فات، كان قال لك إن أنا بعد ما بدور بقى خلاص احنا فزنا بالثلاث بطولات، انا بدور دلوقتي على الكره الحلوه، عايز الاداء الحلو مع المكسب. وده الحمد لله شفناه يمكن كلنا واجمع عليه الناس كلها الماتش اللي فات، ماتش الاتحاد كان اداء ولا اروع، نتيجه كان ممكن تتضاعف اكتر من كده، ولكن القدر والاهلي كان رحيم بسيد البلد. لكن شفنا فعلا كره حلوه ما شفناهاش من فتره، ما شفناهاش من فتره في مصر. إنما نتمنى بإذن الله إن النهاردة إن شاء الله نكمل سلسلة الانتصارات، ولما نكسب النهاردة إن شاء الله هنعتلي الجدول مرة تانية، بالرغم إن إحنا هيبقى ناقص لنا مباراة، ولكن هنبقى أول الدوري إن شاء الله بإذن الله. نشوف كرة حلوة ونشوف مكسب زي ماتش نادي الاتحاد السكندري الماتش اللي فات بإذن الله. هنروح لفاصل، وبعدين هنرجع من الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار، كابتننا اللي دايما مشرفينا ومنورينا ودايما بيحللوا اداء ممتع، كابتن شيف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن هاني العجيزي. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن. كابتن ايمن اهلا بيك، وسهلا طيب. كل سنه وحضرتك طيب. طيب. كابتن علاء ميهوب كل سنه وانت طيب يا كابتن. كل سنه وانت طيب يا ايمن، واهلا بيك، وكل سنه والساده المشاهدين طيبين وبخير، وان شاء الله تبقى سنه احسن من السنه السابقه السخيفه. بس النادي الاهلي لا انا السخيفه الاحوال، انما الأحوال. الحاجه اللي كانت المبهجه والحاجه المفرحه ان كانت طبعا البطوله اللي فاز بيها النادي الاهلي، ودي كانت احلى حاجه في نهايه السنه. صحيح صحيح. كابتن عادل عبد الرحمن كل سنه وانت طيب ومنورنا. كل سنه وانتم طيبين، والنادي الاهلي كله بخير، والحمد لله كانت رغم الكورونا كانت سنه سعيده على النادي الاهلي، ولكن كورونا كمان يعني علمتنا دروس كتير. علمتنا الادب. والله. كابتن هاني العجيزي كل سنه وانت طيب وعام سعيد عليك يا رب ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا كابتن ايمن، وكل سنه والساده المشاهدين طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده علينا يا رب كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن شريف ابدا معاك، برغم صعوبه السنه اللي فاتت وقساوتها قوي، انما النادي الاهلي زي ما قلنا كان صاحب البسمه الوحيده في السنه كلها. ما شاء الله الحمد لله الله اكبر، يعني زي ما كابتن اتفضل. خايف من الحسد ولا ايه؟ خايف من الحسد ولا ايه؟ ما شاء الله. طول عمرنا كده. طول عمرنا عندنا مستشفى اصابات على طول، ومؤسسه بتشتغل بجميع الوجوه يعني وبجميع الامكانيات المتاحه بالنسبه لهم، وتوفير كل السبل اسعاد جماهير النادي الاهلي الحقيقه.
وكل اعملوا فسال الله اعمالكم الرسول والمؤمنون. هو ده الشكل اللي اشتغل بيه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت لمده سنتين ثلاثه الحقيقه. احنا بنعاني يعني في دخول وخروج لاعبين، اصابات، كورونا. كورونا دي على العالم كله بقى، مش علينا احنا بس. كان احنا ثقافه التعامل مع كورونا، عشان احنا كان عندنا الاعداد اقل شويه، ما في ما كانتش يعني يعني مش عارفين الدنيا رايحه فين وجايه منين. كل يوم يبقى عندك بوزيتيف وبعد 3 4 ايام عليها سلبي. يعني عندنا برضو حاجات غريبه كده ايمن بتحصل في حكايه تحديد المساحات والسلبيات والايجابيات. ما زلنا بنعاني، خاصه اللاعبين اولادنا وفي جميع اللعبات الحقيقه، مش لعب كره قدم بس. فتكيفنا مع الامر، وكان في صبر وجلد من كل الناس اللي بتشتغل على المنظومه في النادي الاهلي. حسيت ان ربنا كرمنا اكبر كرم الحقيقه. صحيح. بثلاثيه جميله جدا، وبنطمع طبعا في الرابعه والخامسه باذن الله في الموسم الجديد وفي السنه الجديده. مش قادر اقول لك اكتر من انك انت كل ما بتتعب وكل ما بتركز كل ما بيكون عندك حب الكيان نفسه، والتطوير اللي بيحصل كله كان الحمد لله شيء يشرف اي حد. الحمد لله. وكان النتيجه الكلاب سكر اللي خدت بالك ان انت ختمنا بيها الموسم، ختمنا بيها الموسم او السنه يعني. ونادي القرن بجد الحمد لله، والحائز على اكبر بطولات، يمكن تاني نادي في العالم. الحمد لله. فببارك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته، وان شاء الله دايما زي ما احنا متعودين احسن فاحسن فاحسن باذن الله رب العالمين. اسمحوا لي بس نروح لملعب مباراه، ومعانا زميلنا الاعزاء شريف شعبان وفاروق صلاح، نتعرف منهم على اخر الاجواء هناك في ملعب مباراه. مساء الخير يا شريف. مساء الخير، تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكبار ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا رب باذن الله يكون موسم او اللي يكون الموسم الجديد او السنه الجديده باذن الله 2021 هي سنه حمراء زي ما قال استاذ ابراهيم منيس طبعا في مجله النادي الاهلي او منشاه النادي الاهلي. 2020 هي سنه حمراء للنادي الاهلي، بطولات حدث ولا حرج، انشاءات حدث ولا حرج. يبدو ان سنه 2020 كانت سنه من اولها لاخرها للنادي الاهلي. يا رب باذن الله يكون 2021 هي سنه ايضا النادي الاهلي، واحتكر الاهلي كالعاده جميع البطولات المحليه والافريقيه ونوصل للنجمه العشره باذن الله. النهارده الجمعه، اليوم الجماهير الاهلي كلها بتعشقه، اليوم اللي خلصنا فيه الضربه القاضيه قفشه والنجمه التاسعه، البطوله الافريقيه المحببه لكل جماهير النادي الاهلي. النهارده مباراه الاهلي ودجله على استاد ملعب الاهلي والسلام، مجريات احترازيه قويه جدا 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 من اول البوابات الخارجيه خالص، يمكن تامين شرطي على اعلى مستوى، وطبعا امن النادي الاهلي على اعلى مستوى. الدخول لازم الكمامه طبعا، ممنوع التهاون في الاجراءات الاحترازيه. داخل الاستاد ملعب المباراه حاجه رائعه جدا، يمكن القائمين على ملعب المباراه كانوا حريصين الثلاث ايام الاخر ان هم يغطوا الملعب بالكامل عشان يظهر بابهى صوره ليه في مباراه الاهلي ودجله النهارده باذن الله. يا رب باذن الله يكون الملعب وشه حلو على النادي الاهلي النهارده باذن الله، ويفوز على فريق كبير هو فريق دجله، اللي حذر طبعا مستر موسيماني والكابتن صدر الحفيظ من خطوره فريق دجله، ولازم التركيز من اول دقيقه. غيابات النادي الاهلي النهارده كتير جدا، يمكن نتكلم في 11 لاعب غايب النهارده. كهربا، طاهر، محمد طاهر، جيلاردو، مروان قفشه، محمد هاني، السوليه، اجاييه، ناصر ماهر، اكرم توفيق، رامي ربيع. يا رب باذن الله تكون السنه الجديده وشها حلو علينا في الاصابات، وما يكونش في اصابات كبيره في السنه الجديده. النهارده تحكيم طبعا، يمكن الكابتن الحكم احمد الغندور وصل الساعه 5:30، وصل بدري جدا، وكان حريص هو وطاقم تحكيمه ينزل ارض الملعب عشان يتفقدوه طبعا، ويمكن كان عنده اعتراض على الاعلانات اللي خلف المرميين، وقال لازم يبعدوا حوالي 3 متر عن المرمى حرصا على سلامه اللاعبين. بيحكم النار طبعا حكم ساحه احمد الغندور، مساعد اول محمد عبد الحميد، مساعد ثاني شهاب راشد، حكم رابع محمد حسن، حكم الفيديو النهارده حسام عزب حجاج، ومساعده محمود ابو الرجال. النهارده نقل التلفزيوني بسبع كاميرات. يا رب باذن الله النهارده يكون يوم جميل لكل جماهير النادي الاهلي، ويفوز الاهلي النهارده بثلاث نقاط جداد يضافوا الى رصيد النادي الاهلي. والمناسبه في الاخر، النهارده عيد ميلاد علي معلول اسرع دليفري في مصر النهارده. يا رب باذن الله يعمل مباراه النهارده طليق النهارده بيوم عيد ميلاده. دي كانت كل كواليسنا في ملعب الاهلي والسلام. عودة لك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. ومن شريف نروح لزميلنا فاروق صلاح ونعرف اخر استعدادات فريق وادي دجله. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لضيوفك الكرام، وكل التحيه لكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان.
من هنا من استاد الاهلي والسلام وفعاليات الجوله الخامسه للدوري المصري، مواجهه تجمع ما بين النادي الاهلي وغزلان الوادي فريق وادي دجله، مواجهه قويه جدا في اطار سلسله يعني مباريات النادي الاهلي طبعا في الدوري المصري بعد البدايه القويه جدا للنادي الاهلي بتحقيق الانتصار في الثلاث لقاءات. نتكلم بالتحديد على فريق وادي دجله اللي نقدر نقول بيعيش حاله من الاستقرار الفني، ثبات على الجهاز الفني منذ الموسم الماضي بقياده اليوناني بابا فاسيليو، قدر ان هو يدعم باكثر من 12 لاعب هذا الموسم تدعيمات مهمه جدا، يعني كان ابرزهم عناصر الخبره كالديرون راس الحربه اللي كان لعب فتره في نادي الاسماعيلي، ايضا صلاح امين واحد من عناصر الخبره اللي تم ضمها هذا الموسم لفريق وادي دجله. النهارده الفريق بيعاني من غياب محمد هلال نجم خط الوسط وايضا مدرب حراس المرمى ديمتريس لثبوت ايجابيه عينه مسحه كورونا الخاصه بالفريق. مستر بابا فاسيليو طبعا الطريقه المحببه ليه في فريق وادي دجله 4-3-3، عنده استقرار فني في رباعي خط الدفاع سواء ايهاب لمباركي حمود مرعي وخالد رضا واسحاق ويعقوب، طبعا كل التعليمات اللي قالها للاعبين عمليه التحضير وبناء الهجمه من الخط الخلفي، ودي الكره اللي دايما بيوجدها وبيلعب عليها فريق وادي دجله. اهم تعليمات مستر بابا فاسيليو لاعبي وادي دجله النهارده في مواجهه فريق النادي الاهلي انه ازاي يقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي، وانه ازاي ما يديش المساحه لمحمد شريف، ان ما ياخدش المساحه في استغلال سرعه محمد شريف. دي كانت من اهم النقاط اللي مستر بابا فاسيليو كان حريص ان هو يتكلم فيها مع لاعبي فريق وادي دجله. طبعا عارف قيمه النادي الاهلي وكان لنا كلام يعني مع الافراد الجهاز الفني، قال احنا عارفين النادي الاهلي وعارفين قوه النادي الاهلي ومفاتيح لعب النادي الاهلي، النادي الاهلي فريق بيملك كل العناصر، عنده مفاتيح اللعب في كل الخطوط سواء خط الدفاع او خط الوسط، عامل اللي هو تكتل في خط الوسط بثلاث لاعبين يعني وعوده اللاعب محمد رضا، عامل ثلاثه في نص الملعب ان هو يقفل على النادي الاهلي عمليه التحضير اللي بيجدها النادي الاهلي في نص الملعب. ان شاء الله يعني نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. يعني النهارده برضو يا كابتن ايمن قبل ما اختم معاك وترجع لك الكلمه، في كنت متواجد مع فريق النادي الاهلي طبعا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده كان مستر بيتسو موسيماني اجتمع مع اليو ديانج وقدر ان هو يعني الجلسه استمرت لاكثر من نصف ساعه، في جلسه منفرده ما بين مستر بيتسو موسيماني واليو ديانج. النهارده ايضا بنبارك للاعب محمود وحيد يعني رزق ببنوته مع بدايه السنه، ان شاء الله تكون السنه سعيده يعني اسمها ليان، نتمنى له طبعا كل التوفيق ونبارك له. ايضا النهارده بدايه السنه وكل سنه وعلي معلول الطيب وعيد ميلاد علي معلول، ان شاء الله يا كابتن ايمن تكون سنه سعيده على كل لاعبي النادي الاهلي وعلى كل افراد المنظومه الرياضيه وعلى مصرنا الحبيبه، ان شاء الله يرجع ويعود تاني ويعم عليها السلام والشفاء لكل افراد الشعب المصري. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميلين العزيزين شريف شعبان وفاروق صلاح. كابتن علاء، سنه بافراحها باطراحها باحزانها، ولكن السنة دي من أجمل السنوات للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة. مش فترة أخيرة، قررت قبل كده. لا فترة أخيرة يعني من 5-6 سنين 7 سنين. ماشي، يعني قول من آخر بطولة أفريقيا. أيوة بالظبط. خلاص ماشي. لا لكن هي طبعا كانت سنة سعيدة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي على مستوى الشخصي وعلى مستوى كبير مصر كلها، انك نادي في مصر فاز ببطوله افريقيا بيلعب بطوله كاس عالم، وزي ما كلنا متفقين في الاستوديو ان الحاجه الوحيده اللي كانت مفرحه لجماهير النادي الاهلي هي النهايه السعيده بالنسبه لجماهير النادي الاهلي على مستوى الرياضه، الثلاث بطولات انت فزت بيهم وان شاء الله يا رب يكملوا، لكن كانت نهايه ممتازه رغم الظروف السيئه جدا 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 اللي بيعيشها العالم وبنعيشها هنا في مصر وبيعيشها قطاع الرياضه كله. ان الوقت ايمن اي مباراه انت يعني مدير فني ما بتحكمش في مستوى اللعيبه، كورونا بتحكم دلوقتي انت هتلعب بمين واللي موجود معاك، هي دي المشكله دلوقتي. كورونا بتحكم في انت عندك كام لعيب سليم وهتبدا بمين ومن احتياطه وكده، ودي هتبان ان كل فرقه بقى اللي عندها دايما بقول كده عندها فريق وعندها فريق تاني كمان هي بتقدر تستحمل الظروف اللي هي مش طبيعيه. اي فرقه تانية هتعاني طبعا غصب عنه طبعا وحاجه مش بايده، لكن النادي الاهلي الحمد لله من اكبر الانديه الموجوده عندها ذخيره لعيبه ممتازه طبعا، فما فيش مشكله النهارده ممكن تلاقي حد في تشكيل بكره مش موجود، لكن دايما البديل عندك في النادي الاهلي ومش بديل هو نجم والنجم كبير قوي، عشان كده بتحس بالفرق الكبير قوي لما بيحصل اي غيابات. فبقول سنه انتهت بالنسبه لجماهير النادي الاهلي الحمد لله سنه سعيده جدا، والنادي الاهلي خلاص بدا بيفكر في البطولات بقى 21 خلاص بطوله الكاس بطوله الدوري المحببه للنادي الاهلي بطوله افريقيا الحمد لله عدينا من اول 90 دقيقه وعندنا 90 دقيقه ثاني هنا، لكن ان شاء الله الامور كلها تبقى
تبقى نهايه حلوه زي السنه اللي فاتت ان شاء الله باذن الله رب العالمين. وصل لنا تشكيل النادي الاهلي هنقوله سريعا قبل ما نطلع فاصل. محمد الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين احمد بيكهام، ناحيه الشمال علي معلول، اثنين اللي في القلب بدر بنون ايمن اشرف، اثنين قدامهم اليو ديانج وحمدي فتحي، ثلاثه في الخط الامامي وليد سليمان في النص، على شماله محمد شريف وعلى يمينه حسين الشحات وصلاح محسن راس حرب. نقوله مره ثانيه، محمد الشناوي، احمد بيكهام، علي معلول، بدر بنون وايمن اشرف في القلب، قدامهم اثنين اليو ديانج حمدي فتحي، رجع تاني مستر موسيماني لطريقه 4 2 3 1، وخط الامامي حسين الشحات، وليد سليمان، محمد شريف وصلاح محسن. البدلاء علي لطفي، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، سعد سمير، احمد ياسر ريان، زياد طارق، احمد نبيل كوكا، محمد شكري، والعربي بدر. هنطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نكمل كلامنا ونشوف تشكيل النادي الاهلي، ارجوكم انتظروا. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وزي ما اتكلمنا عن تشكيل النادي الاهلي النهارده قلنا الاهلي هيلاعب نادي وادي دجله في الاسبوع الخامس، ويمكن بالمره بقى ناخد نتائج مباراه الاسبوع الخامس اللي اتلعبت لحد دلوقتي. اسوان والاسماعيلي 2-0 لاسوان، الجونه ومصر المقصه 1-0 للجونه، مولين العرب والبنك الاهلي 2-0 المولين العرب، مصري وغزل المحله مصري 1-0، وحتى الان بيراميدز والانتاج الحربي والتقدم للانتاج الحربي 2-1. كابتن علاء، كابتن عادل، شفنا تشكيل النادي الاهلي. ايوه، ولقينا مستر موسيماني رجع تاني ل 4-2-3-1، وكمان بدأ النهارده بوليد سليمان. بص يا كابتن، اكيد موسيماني في اكتر من موقف الاسماء بتتغير، ولكن انه حتى لعب في نص الملعب الماتش اللي فات باكرم توفيق، ولكن الوظائف بتاعت نص الملعب كانت بتتغير. قال ديانج كان بيعمل حاجات اخرى، لكن دلوقتي هو رجع تاني لل 4-2-3-1، ولكن التغيير بقى اللي هو شال اكرم توفيق. هو اكرم عشان الكورونا، ايوه يعني مش موجود. أيوة، ولعب بالثلاثه محمد شريف. بالظبط، اكرم اتشال. اكرم اتشال. ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وصلاح محسن. انا بس هو خلي بالك كابتن عادل لعب محمد شريف تحت. انا عارف. انا لا انا اللي متاكد منه تماما محمد شريف وصلاح محسن هيغيروا اماكنهم مع بعض كتير، لاني محمد شريف افتكر انه مش هيبعد عن الجول. لانه هو بدا يشتغل ويجيب جوان كتير قوي، ده من مع انبي كمان الموسم انبي، فمش هيبعد عن الجول كتير قوي، عشان لو بعد عن الجول هتبقى مشكله شويه عند محمد شريف. بمناسبه محمد شريف وصلاح محسن، هل تعاقد النادي الاهلي مع والتر بواليا هيهدد وجودهم في التشكيل الاساسي؟ بص يا كابتن، هو النادي الاهلي اكيد ال 30 لعيب لازم يبقوا كلهم زي بعض، ما فيش حاجه اسمها تهدد قد ما في حاجه اسمها منافسه كويسه للمدرب. انا ماليش دعوه باللاعبين، احنا فرقه محترفه ونادي كبير، النادي الكبير دايما بيبقى عنده نجوم كتير قوي، ايهما افضل في الوقت الحالي بيلعب وايهما عنده استعداد للوقت ده يلعب. وكمان في حاجه مهمه قوي، خلاص ادمت حته انك انت ممكن تكون عامل ماتش كويس الماتشين ده وتلعب المباراه الجايه. خلاص الموضوع ده انتهى، يعني كل مباراه وليها رجالها. او كل تكتيك او كل فرقه سماتها وصفاتها. يعني انت مثلا مستر موسيماني المباراه اللي فاتت لعب بثلاثه ديفندر، حط كان اكرم توفيق، لكن الماتش ده هو عارف هيلاعب وادي دجله ازاي، هيلاعبهم باتنين في وسط الملعب، وعلشان الاربعه اللي فوق هيبقى في ضغط، هيبقى ضغط من فوق عشان ما يمسكوش الكوره بطريقه وادي دجله. افتكر انه هيعمل كده. والحاجه دي يا كابتن ايمن دايما انا بتكلم فيها بقول ايه، الفرقه اللي بتمسك الكوره زي وادي دجله ليهم ستايل ان هم بيمسكوا الكوره بس ما بيعملوش البلان بي دايما. حتى شفناهم من سنتين اللي هو كانوا بيمسكوا الكوره قدام بيباصوا كتير قوي، ولكن التفنيش على الجون ما كانش فيه خالص، لكن المدرب الحالي بيعمل مزج شويه وبيحط الكوره الطويله احيانا لما بيتزنقوا. يعني هو كان الاول يقول لك حتى لو اتزنقت ورا اعمل الباص وما تطلعش
بص عشوائي او لعبه او كره طوليه، لكن دلوقتي بيعملوا الكره الطوليه. علشان كده النادي الاهلي النهارده الرباعي الامامي اللي هو حسين الشحات، محمد شريف، وليد سليمان، صلاح محسن، المفترض ان هم يمارسوا الضغط من المكان اللي فوق احيانا، وابص تلاقيهم نزلوا نص الملعب احيانا، لانه ما ينفعش تلعب فرقه زي وادي دجله بضغط واحد او تلعب في نص الملعب على طول. انت بتشتغل وديتني في حته حلوه انت دلوقتي. انا بعد اذنك يا امين اتفضل. يعني انا لو اكرم توفيق موجود يعني النهارده هلعب 4-3-2-1 مع الفريق وادي دجله؟ اكيد كان هيلعب 4-3-2-1 اكيد، لانه انا قلت مش كيفيه الفرقتين الاتحاد تختلف عن وادي دجله، وان الشكل اللي هو عامله زي ما انت لسه حالا متكلم كاتم على الضغط على الخصم هو يناسب طبيعه لعب وادي دجله. هو دلوقتي انت بتتكلم في طاهر محمد طاهر، كان عنده عنصر سريع ناحيه الشمال او ناحيه اليمين بينقل الفرقه من مكان لمكان، عشان كده بيعمل ثلاثه ديفندرات، عشان كان مخلي علي معلول ومحمد هاني عندهم انطلاقات كتيره قوي. النهارده بيكم مش هيبقى عنده انطلاقات كتيره، لانه ما الحته بتاعته مش زي حته محمد هاني، فعلشان كده بيلعب باثنين ديفندرات. الاول كان بيلعب بثلاثه ديفندرات عشان الطرفين علي معلول ومحمد علي كان عندهم أولوية الوصول لقدام، إن هم بيعملوا الهجمة كتير قوي. لكن أفتكر إن زي ما اتكلمنا الفرق الكبيرة يا كابتن شريف بيبقى عندها سيستم، السيستم واحد الشكل بيتقال، ولكن بيتغير الأشخاص لمباراة لمباراة. طب إحنا ممكن كابتن هاني من تشكيل النادي الأهلي زي ما قالوا الكباتن كابتن عادل وكابتن شريف، ممكن نلاقي تغييرات في الملعب نفسه؟ يعني هل ممكن نشوف مثلا حمدي فتحي يكمل مع الخط الأمامي، ومحمد شريف يروح مع صلاح محسن راس حربه، ووليد يرحل شويه ناحيه الشمال ويلعب مع علي معلول في ناحيه الشمال؟ والله يا كابتن بص، يعني انا عايز اتكلم على الطريقه الاول. يعني انا شايف ان الراجل يعني النهارده للمره الثانيه ان هو مجبر على تشكيل معين، يعني كويس. عشان اكرم توفيق طبعا عدم وجود اكرم توفيق النهارده ان هو مش موجود، فالراجل لازم يكون بديل ليه، ومفيش ديفندرات تقريبا في النادي الاهلي بره غير ان هو ان الراجل قدامه اختيار ان هو لازم يغير من الطريقه ويرجع للطريقه بتاعته التقليديه، زي ما الراجل اكبر برده الماتش اللي فات ان هو ما عندوش حد رقم 10 اضطر ان هو يلعب بثلاثه في نص الملعب. كويس. فالراجل يعني الميزه عند مستر موسيماني بصراحه ان عنده لعيبه كتير، عنده وفره في اللعيبه سكات في نص الملعب او سكات في الحته اللي قدام. يعني اي غياب بيحصل ما بنحسش بان الفريق اتاثر بيه. النهارده وليد سليمان من بقاله فتره كبيره بعيد، بيرجع النهارده بيلعب بس بادئ بيه اساسي. وليد لعيب كبير يا كابتن، وليد لعيب كبير ولعيب عنده خبرات، وانا شايف انها ما بتفرقش معاه حته ان هو يبقى احتياطي او اساسي. وليد لما بيكون في موجود في الملعب بيأدي بشكل كويس وبيأدي برجوله وبيبان في المواقف اللي زي دي. انا شايف زي ما قلت لك يا كابتن ايمن، الراجل النهارده بيلعب بالطريقه الاساسيه بتاعته اللي هي 4-2-3-1، وانا شايف ان الراجل يعني مستر موسيماني التشكيل النهارده انا شايف ان هو يعني في ناس جديد، في ناس يعني صلاح محسن النهارده بادئ، محمد شريف النهارده بيرجع بيلعب هاف، وليد في رقم 10، في ناس بس هو تغييره بس بتاعت طاهر وصلاح وكهربا وحسين الشحات واكرم ووليد سليمان، لكن انا اعتقد ان التشكيل ما فيش فيه اي مشاكل بالنسبه لمستر موسيماني. الناس كلها اللي وراه زي ما هم، ما فيش برده هاني، محمد هاني مش موجود النهارده، واحمد بيكهام موجود. الراجل احمد بيكهام لعب ماتش بتاع افريقيا والراجل كان شغال كويس، مفيش اي مشاكل خالص. زي ما قلت لك هو الراجل النهارده اضطر بالخطه دي او اضطر بالتشكيل ده. هو الراجل طبعا موضوع برده حته الكورونا دي مأثره جامد طبعا، مش على النادي الاهلي بس، على معظم فرق الدوري كلها طبعا، لان انت بتيجي بتعمل مسحه تقريبا كل 3 ايام او 4 ايام، وبتيجي قبل الماتش بيوم بتعمل مسحه، فدي ممكن تربك لك الدنيا خالص وتبقاش يعني بتبوظ لك السيستم اللي انت ماشي عليه او الخطه اللي انت ماشي عليها. فالله يكون في عون المدربين بصراحه، يعني انا برضو يعني عذر المدربين، والله يكون في عونهم برضو، ان انت بتبقى شغال طول الاسبوع يا كابتن شريف على سيستم معين وعلى بلان معينه، وممكن تيجي في قبل الماتش ب 12 ساعه او 24 ساعه بتلاقيك ان انت غيرت البلان بتاعك خالص. ونفسيه اللعيبه كمان، ونفسيه اللعيبه كمان. يعني احنا لسه يعني قفشه الراجل لسه بقاله اكتر من 10 ايام وكورونا، وبعد كده نزل التمرين واعلنت ان هي سلبيه، نزل التمرين امبارح، النهارده تقريبا او امبارح اعلن ان هو تقريبا برده رجعت له كورونا تاني. بس يعني انا شايف ان الراجل ما فيش عنده اي مشاكل، ودي مست النادي الاهلي يا كابتن ايمن. النادي الاهلي بيلعب باي حد،
واي حد موجود واللعيبه اللي كلها اللي موجوده دي تقدر ان هي تعمل الفارق يعني. بس دي الحلول الموجوده قدام مستر موسيماني. انا قلت لك كابتن هو الراجل مجبر. انت بتتكلم في اكتر من 12 لعيبه كابتن ايمن. اكتر من 12 لعيب غايبين يعني. ايوه تمام. الموضوع صعب جدا. وعنده 2 ديفندرات على فكره. عنده 2 ديفندرات. عنده عربي بدر يقدر يلعب ديفندر. عنده احمد نبيل كوكا يقدر يلعب ديفندر. عنده واحد من الملعب بيكام كمان يقدر يلعب ديفندر وينزل عربي. بتكلم عن الناس الاساسيه. ما عندكش مشكله ديفندر. حتى لو بره كلهم لعبوا عادل لعب الفندق. بس ما عندكش مشكله في الفندق. انت عندك اليو ديانج وعندك فتحي. عندك جراح احمد ياسر يا كابتن برضه. انا عندك مشكله في التغيير الباك رايت كابتن اليمين. لا الباك رايت ممكن يتحل. هو بيلعب عربي بدري. هو كمان النهارده بدايته بوليد سليمان. هو لو في حد غير وليد كان مش هيبدا بوليد لان وليد لسه غالبا مش فت. لكن هو عشان يؤدي الطريقه اللي هو عايزها يعني. لو بصيت على البدلاء اللي بره عادل مفيش حد يلعب مكان 10. انت فاهمني. لكن في 2 ديفندرز انت تقول عادل 2 اللي هم ارتكاز موجودين. لكن هو اللي هو عايز استفاد بقى من وليد النهارده. وطبعا وليد اكيد هيؤدي ان شاء الله مباراه ممتازه النهارده. لكن هو زي ما بقى في مشكله في التشكيل نفسه ايمن. في مشكله ان انا مضطر ادفع بواحد بس هو ده الاختيار الامثل يعني. النهارده اختيار الامثل والاحسن ليا هو وليد. وليد في الحته دي. وليد فريد. لكن لو وليد مش لو قفشه او اي حد محمد مجدي او ناصر موجود مش هيدفع بوليد. يعني وليد بدنيا اكيد مش في التشكيل. واللي موجود صغير يا كابتن كمان. هو زياد طارق صغير في السن بيلعب ناحيه الشمال. بس بيلعب تحت راس حربه. بس هو بس على فكره من اللعيبه الكويسه المميزين جدا. لو خدوا هيبقى حاجه كبيره قوي باذن الله رب العالمين. قبل ما نروح لفاصل معانا تشكيل وادي دجله. محمد عبد المنصف لحراسة المرمى، وناحيه اليمين ايهاب المباركي، ناحيه الشمال اسحاق يعقوبو، الاثنين اللي في القلب محمود مرعي وخالد رضا، قدامهم ثلاثه محمد رضا عمرو صالح واحمد مجدي، قدامهم اثنين جورجينيو وامير عادل، وقدام كالديرون. نقوله ثاني: محمد عبد المنصف، ايهاب المباركي، اسحاق يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي. ثلاثة اللي قدامهم محمد رضا، أحمد مجدي، عمرو صالح، واثنين قدامهم جيجينيو، الخط الأمامي أمير عادل وكالديرون. هنتكلم عن تشكيل وادي دجلة مع كابتن شريف عبد المنعم ولكن بعد الفاصل. بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كنا قلنا تشكيل وادي دجله ونقوله ثاني: محمد عبد المنصف، اياب المباركي، اسحاق يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي، محمد رضا، احمد مجدي، عمرو صالح، جورجينيو، امير عادل، كالديرون. كابتن شريف، فريق وادي دجله بيلعب بنفس الاسلوب بتاعه 4-3-2-1. والغريب في الامر ان فريق وادي دجله الموسم دوت جاب 14 لعيب من بره، منهم 13 في الاساسيين وفي القايمه دي. بص يا كابتن ايمن، واضح ان هم عاملين نتيجتين كويسين قوي بالبحث عن تثبيت التيم. والراجل بيتفرج على من حقه ان هو يتفرج على جميع اللاعبين اللي جت. من حقه انه يغير في الطريقه يعني. مره بيلعب 4-2-3-1 ومره بيلعب 3-2-1. احنا شايفينه في المباريات اللي فاتت دي كلها بيبحث نفسه على الامثل، على الاحسن، مين اللي بيطبق المفهوم بتاعه اللي هو تدوير الكره من يمين للشمال عشان يمين. حتى تلاقي يا محمد عبد المنصف ساعات بيبقى انا بحس انه ليبرو في الملعب، مش بيلعب بس حارس مرمى على طول، طالع بره المنطقه. انت بتتكلم على اسلوب اللعب بتاعهم. اسلوب اللعب بتاعهم. فهو بيبحث دايما على اللاعب اللي يقدر يثبت له طريقه اللعب دي. عنده دخل. لو تبص المباراه اللي فاتت عنده احمد مجدي وامين اسحاق يعقوب وخالد رضا، محمود مرعي وايهاب المباركي. النهارده هم محمد رضا، احمد مجدي، عمرو صالح. هنا في احمد سعيد وعمرو صالح
واحمد مجدي وامير عادل وحسام عرفات. حسام عرفات هو اللي على الدكه احسن كابتن. هو غير تغيرتين الماتش. حسام عرفات مكان محمد رضا وصلاح امين مكان كالديرون. كالديرون مكان محمد جورجينو ده كان نزل متهيألي ولا لا لا كان من مكان حسام عرفات. فهو من حق اي مدرب في اي وقت من يعمل عملية تدوير بالك بقى قبل المباراة وبيلعب مين هو؟ بيلعب النادي الأهلي. صحيح. هسأل حاجة عادل؟ لا ثلاث تغييرات مش اثنين لما غير أحمد محمد رضا مكان أحمد سعيد وجنجينو ده مكان حسام عرفات وكابتنهم مكان صلاح أمين. ده مالك أيمن عنده مساحة من 14 لعيب يستقطبهم ومين في حالة الكورونا اللي بيبقى موجود بعد المسحات. فدايما المدير الفني ما بقاش عارف النهاردة أنا أحلامي إن أنا أقدر أطبق ده قدام النادي الاهلي وانت عارف اللعيبه كلها بتتمنى يوم العيد. العيد ده اللي هو الاهلي الزمالك بيراميدز فرق كبيره المصري الاتحاد. دلوقتي بقت في خمس ست فرق في الدوري دايما انت بتعمل حساباتهم انك انت بتلعب قدامهم بتكتسب خبرات منهم بتكتسب وجودك بتكتسب تطبيق اللعيبه للمفهوم بتاعك. فانا ما اقدرش اقول لك هل التشكيل اللي هو نازل بيه ده هو اللي ادرى بيه هو اللي عارف ان ده اللي هيقدر ينفذ له اللي بيحلم بيه. كابتن علاء عارفين ان فرقه وادي دجله بتحب تلعب من تحت تبدا الهجمه حتى لو عليها ضغوط. الافضل انت كمدير فني بتقابل سيبك من النادي الاهلي دلوقتي الافضل انت كمدير فني فرقه بتبدا من تحت انك تضغط عليها من قدام ولا تسيب لها نص ملعبها وفي نص الملعب تضغط عليها وتحاول تعمل هجمه سريعه في المساحات اللي هي بتبقى بتتخلق ورا المدافعين. هم الطريقتين صح ممكن تضغط عليهم من قدام قوي وفي مدربين بيفضلوا هم يستنوا نص الملعب ويبدا يضغط عليه. في زي النادي الاهلي، النادي الاهلي بيحب يضغط من قدام قوي مش عايز يديله فرصه ان هو يبدا يلعب يبقى في استحواذ في الكوره. مجرد انك مستحوذ ايمن لعيبتك بتاخد ثقه. هو دي طريقه لعبه الوحيده وما بيغيرهاش والنادي الاهلي عارفها ولاعيبه النادي الاهلي عارفها. مستر موسيماني بغض النظر بيلعب مين النهارده هو ما بيستناش حد في نص الملعب. صح. الطريقه اللي بيلعب بيها مستر موسيماني من يوم ما مدير فني النادي الاهلي بيضغط من قدام لدرجه ان احنا دايما كنا بنتكلم عن محمد مجدي كان بيوصل جنب مروان محسن اثنين ضاغطين وكل الفرقه ضاغطه بيحاول على قد ما يقدر بيقلل مساحه اللعب مساحه الملعب نفسه هو مش عايز يخلي مساحه الملعب كبيره. هو على قد ما بيقدر مستر موسيماني بيقفل المساحات عليك كويس قوي بيضغط عليك. من احسن اللحظات واقواها لعيبه النادي الاهلي هو بيقطع الكوره. صح. بيقطع الكوره بتلاقي في ثانيه وصل الجون. شفناها ماتش الاتحاد بالظبط. يعني ودي على فكره طريقه ممتازه تقطع الكوره في نص ملعب الخصم وانت عندك بقى بعد كده عندك الادوات اللي تعمل لك التفوق نفسه. عشان كده في ماتش مباراه الاتحاد بيقطع يا اما جول يا اما هجمه خطره. عشان كده هو دي طريقه مستر موسيماني بيضغط على كل الفرقه بيضغط عليها من قدام ما بيسيبش مساحه او ما بيديش وقت ان هو انت تيجي نص ملعبه هو. طب هو هي بتبقى عقليه مدرب. عقليه مدرب بيقول لك طب انا استناك ليه؟ طب ما انا قابل وانا عارف نوعيه لعيبتي. هي نوعيه اللعيبه اللي بتحدد دائما على فكره. مزبوط. يعني ما ينفعش كل مدرب يضغط على وادي دجله ما عندوش الامكانيات بتاعت لعيبه النادي الاهلي. لكن في بيقول لك لا انا استنى نص الملعب وتبقى المساحات قريبه قوي اقطع وابدا العب على الكره الطويله او مزبوط. العب على الهجمه مرتد او احاول استحوذ انا. لكن ده مش طريقه لعب النادي الاهلي. هي كلها فلسفه مدير فني. مدير فني بتحس ان هو موجود في الملعب بتحس التفكير نفسه مع اللعيبه. مدير فني مستر موسيماني ما بيستناش فرقه خالص خالص بره ملعبك جوه ملعبك. الفرقه كبيره فرقه صغيره مهما كان اسمها هو بيضغط عليها. الناس كلها استغربت لما لعب الوداد وضغط عليها هناك في المغرب. عمرها ما كانت بتحصل. احنا دايما كنا بنلعب نستنى شويه و10 دقائق نجس النبض ونشوف. لا 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 هو ضاغط على الوداد وخلص المباراه هناك. فهي فلسفته وهيبدا بيها مش هيغيرها. واللي بيساعده وجود اللعيبه. فهو على قد ما يقدر النهارده ضغط بس ضغط مش ضغط ضغط بذكاء شويه. مش ضغط اي كلام يا ايمن. يعني احسن وقت للضغط دايما الكوره تبقى على الجنب. ما ينفعش انا كمدير فني اطلب من اللعيبه تعمل ضغط في نص الملعب او في القلب. مزبوط. في القلب ممكن في لمسه 3 4 يروحوا منك. لكن هو دايما بتحدد الهجمه تروح فين وبتبدا تعمل هجمه وتلاقي الخطوط كلها قريبه من بعض. مظبوط. صحيح. قبل ما نروح للكابتن عادل هنروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه الكابتن محمد عبد الواحد المدرب العام لنادي وادي دجله. حبيبي
كل الشكر للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من استاد الاهلي والسلام، وقبل لحظات من انطلاق مباراه الاهلي ووادي دجله ضمن فعاليات الجوله الخامسه للدوري المصري الممتاز. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من نجوم الكره المصريه الكابتن محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجله. كابتن محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مواجهه قويه النهارده، شايف مواجهه فريق النادي الاهلي؟ النادي الاهلي طبعا سلسله انتصارات، 3 انتصارات في الدوري، وتوج بطلا لافريقيا، بطل الدوري المصري وبطل لكاس مصر، شايف المواجهه ازاي؟ لا طبعا ببدا تحياتي للكابتن ايمن شوقي وكل ضيوفه الكرام والجمهور المصري كله، كل سنه طيبين وسنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله، يبقى عام سعيد على المصريين كلهم. زي ما انت تفضلت وقلت مباراه قويه، مباراه بين لاعب بطل الدوري وبطل افريقيا وانجازات كبيره جدا للنادي الاهلي، فطبعا عاملين حساب النادي الاهلي فرقه محترمه عنده بدايل بغض النظر عن غيابات النهارده اللي في صفوفه، لكن فريق زي النادي الاهلي او الزمالك او الانديه الكبيره بيبقى عندهم استاف كبير جدا من اللعيبه وعندهم سكواد كبير جدا من اللعيبه، واللي ما بيفرقش معاهم الغيابات لانه بيلعبوا بسيستم، واللاعب اللي بينزل مكان اللاعب الغايب اكيد بيأدي مكانه. مستر بابا فاسيليو اكد على المواجهه قويه النهارده، بدانا الدوري بتعادل ومكسب مع المقاولين، كبدايتنا كويسه، اخفقنا الماتش اللي فات مع سموحه فجايين عايزين نعوض. الناس كلها عارفه طريقه وادي دجله، بنحب نلعب كوره، بنحب نبدا تحت من عند حارس المرمى بتاعنا، بنبدا الهجمه من تحت، ما بنلعبش كور لونج بول، بنبدا هجماتنا من تحت، بنحاول نخلق مساحات في ظهر الفرقه بلعبها. لكن النهارده حسابات مختلفه مع النادي الاهلي، النادي الاهلي فرقه كبيره وعندهم في نص الملعب لعيبه دوليين يعني، فهيبقى ماتش كبير النهارده، اللي هيبقى موفق واللي هيبقى عنده الاستحواذ اكتر واللي هيبقى عنده الناس المهاجمين بتوعه مركزين اكتر كده هيكون له الغلبه يعني. محمد، الاستقرار الفني اللي بيعيشه فريق وادي دجله، استقرار على الجهاز الفني، عملته تدعيمات لاكثر من 12 لاعب هذا الموسم، اكيد ادت افضليه لفريق وادي دجله يعني في بدايه الموسم. عندنا زي ما بدانا بتعادل، بدانا بفوز على نادي المقاولون، ثم الخساره الاخيره كانت امام فريق سموحه. طبعا زي ما انت قلت، احنا يعني وادي دجله طول عمره الحمد لله من ساعه ما بقى لنا 10 سنين في الدوري، دلوقتي اخر سنتين في الدوري كنا موقفنا مش كويس، كنا دايما بننافس على الهبوط، وده لا يليق باسم وادي دجله. وادي دجله اداره محترمه واداره محترفه، والسنه دي عملنا تدعيمات مناسبه وجبنا لعيبه خبرات، كان ينقصنا، كان عندنا الاعمار السنيه صغيره في السنين اللي فاتت، النهارده جبنا كام لعيب صفقه عندهم خبرات كويسه زي كالدرون، زي صلاح امين، زي امير عادل اللي كان مضى في الزمالك وادانا اضافه كبيره، زي مباركي لاعب الترجي التونسي، جبنا صفقات بجانب الناس اللي موجوده، الخبرات اللي موجوده عندنا زي عبد المنصف وحسام عرفات وهلال وعبد العاطي والتيم القديم بتاعنا، عملنا ميكس فرقه محترمه. بدايتنا السنه دي الحمد لله معقوله، احنا راضيين عن الاداء الفريق لحد دلوقتي، 4 نقاط من 3 ماتشات مش 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 وحش، نامل طبعا كنا نبقى افضل من كده، لكن الحمد لله ماشيين بخطه ثابته. النهارده ماتش زي ما قلت لك ماتش كبير له حسابات مختلفه مع فريق محترم وفريق كبير، حسابات مختلفه ان احنا ما نطلعش نتيجه سلبيه، مش بنقول احنا مش بنلعب على التعادل، كل ماتش بنلعبه على المكسب، احنا مش من الفرق اللي هي بتقفل وبتخلي شكل الجيم وحش، لا احنا فرقه عارفين امكانيات لعيبتنا وبنحب نلعب كوره بغض النظر عن النتيجه، التوفيق من عند ربنا، لكن بنحب نادي كوره كويسه، وطبعا بنلعب على المكسب، يعني بنلعب اهلي او زمالك او اي فرقه في الدوري بنلعب على المكسب، كل فريق عنده طموح مشروع انه يحقق 3 نقاط بغض النظر عن اسم المنافس. اللعب النهارده مركزه لانهم عارفين انه بيلعبوا خصم كبير ونادي كبير له افضليه في بطوله الدوري، وده باين من نتائج الفرقه، ان في 2020 النادي الاهلي ما خسرش الا مباراه واحده مع بايرن ميونخ، فده انجاز الاهلي، عاملين حساب ده والراجل عارف المعلومه دي، فبالتالي احنا اتفرجنا على النادي الاهلي ماتشات الدوري كلها 3 ماتشات اللي فاتوا، واللعيبه ان شاء الله بنلعب على مفاتيح اللعب بتاعتهم النهارده، نحاول نوقف خطورتهم، سرعات شريف، محمد شريف قدام بيعمل لهم افضليه في السرعه اللي عنده، عاملين حساب اللعبه كلها ومذاكرين ان شاء الله زي ما قلت في الاول، التوفيق من عند ربنا ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. اخيرا كابتن محمد، مفاتيح اللعبه في النادي الاهلي كتير، وانت بتواجه فريق البطوله بيبقى عنده تعدد في المحاور الهجوميه، ابرز التعليمات اللي الراجل قالها في يعني خلال قبل الانطلاق اللقاء، مش هنتكلم في نقاط فنيه انا عارف، بس ابرز التعليمات اللي بيقولها قالها ايه للاعبين؟ لا ما نديش مساحات في نص الملعب لاستحواذ النادي الاهلي، لان هم على نص ملعبهم قوي، وفي نفس الوقت في الحته الهجوميه سرعات محمد شريف ما نحاولش نخلق له مساحه فاضيه في ظهر المدافعين بتوعنا، يعني الحاجات العامه اللي هي نقطه القوه في النادي الاهلي، الناس كلها شايفينها، مش وادي دجله بس، الناس كلها شايفينها، عارفين ان محمد شريف عنده سرعات، فلازم يوقفوا السرعات بتاعت شريف، ما يسيبولوش مساحات، لان شريف لعيب مساحات، لو ضيقت عليه المساحه ما بيظهرش كشريف، اللي هو لو في مساحه في ظهر المدافعين بيقدر ينطلق وبيقدر يسجل يعني. شكرا كابتن محمد، وان شاء الله سنه سعيده ان شاء الله على كل افراد المنظومه الرياضيه وعلى فريق وادي دجله. ميرسي جدا لزواجك، سنه طيب.
كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن محمد عبد الواحد، ده مدرب فريق وادي دجله، اتكلم على اهميه اللقاء ويعني قوه فريق النادي طبعا، والتحدث مستر بابا فاسيليو على مفاتيح لعب النادي الاهلي وان ازاي بيستعد لهذا اللقاء. ان شاء الله يعني نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه الجوله الخامسه للدوري المصري الممتاز. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن عادل، كابتن علاء بيقول ان طريقه النادي الاهلي مش هتتغير وهيبقى في ضغط من قدام. هل وادي دجله يقدر يغير طريقته النهارده؟ هو هيغير اوريدي طريقته. الماتش اللي فات كان وادي دجله كان بيلعب 4-2-3-1، الماتش ده بيلعب 4-3-2-1. كويس اسلوب اللعب عشان يزود نص الملعب. اسلوب اللعب هل هيبتدي برضو من تحت؟ اكيد يبني الهجمه. اكيد، لانه مش هيتغير في يوم وليله اسلوب لعبهم. بقالهم مش المدرب ده بس، ده بقالهم 3 سنين بيلعبوا كده، بقالهم 3 سنين سيستم اللعيبه كلها، رغم ان اتغير 14 لاعب وتغير لعيبه كتير منهم، ولكن السيستم نفسه موجود. هيعملوا الباص ويتحركوا. الكلام اللي قاله الكابتن علاء مظبوط جدا، انه النادي الاهلي هو اللي بيعمل الفعل، ما بيعملش رد الفعل. الضغط رد الفعل، انك انت لما بتيجي تضغط عشان تقطع من قدام عشان تعرف تجيب جول. النادي الاهلي لو نجح في ضغطه او اتنين في البدايه وقطع الكوره وعمل هجمه قويه على وادي دجله، اقدر اقول لك انه هيتلخبطوا، هيعملوا شكل اخر، هيلعبوا كور طويله. طيب انا كنت عايز اسالك في حاجه تانية. يعني هو لو وادي دجله او المدير الفني المسؤول شاف ماتش الاتحاد ولعب بنفس الطريقه او التحضير من اللي من تحت، خلي بالك الامكانيات زي ما قال الكابتن علاء بتختلف من فريق للتاني. تمام. النادي وادي دجله عامل 14 لاعب تقريبا، تغيير منهم 8 في الملعب. 8 في الملعب. فانت لما تيجي تبدا مع النادي الاهلي بنفس الاسلوب دي مخاطره، وخصوصا ان انت شايف ماتش الاتحاد الماتش اللي فات. تمام. انهي اسلوب يا كابتن؟ في اسلوبين في عند وادي دجله. الاسلوب الاولاني ان هو بيبدا من تحت، وهيبدا من تحت دايما لانه ما يقدرش هو بقاله 3 سنين بيعمل كده. لانه ما يقدرش يغيره. الاسلوب الثاني المزج ما بين اللعب من تحت واللعب الطويل اللي هو السنه دي اللي اكتسبوه من المدرب الجديد، ما بيصمموش للاخر ان هم يعملوا النقله. الحاجه الثانيه المهمه، انت لما تيجي تتفرج للنادي الاهلي على مباراه انت بتتفرج على فرقه مثيله ليك. يعني مثلا لما نيجي ندرس فرقه هتلاعبني مثلا، انا هلاعب النادي الاهلي، اخد انهي ظروف؟ ان النادي الاهلي في حاجه مثلي بالظبط او زي بالظبط، فبتفرج على النادي الاهلي فيها. الحاجه الثانيه المهمه، انا بشوف بتفرج على اخر مباراه للنادي الاهلي. لا بص يا كابتن، احيانا انت طب افرض انا بلاعب الزمالك كويس وانا فرقه ضعيفه مثلا، كويس. هتفرج على فرقه النادي الاهلي وبيلعب الزمالك؟ لا. بيلعب بتحفظ والحاجات دي. النادي الاهلي مش هيلعبني بتحفظ. النادي الاهلي اجيب الفرقه اللي زيي بس ما تكونش من بعيد. يعني اجيب الفرقه اللي هي لو فرقه متوسطه في الجدول، اجيب فرقه متوسطه نفس ظروفي علشان النادي الاهلي بيلعبها. لكن انا عايز اقول لك حاجه، الدوري العام كله النادي الاهلي عمره ما عمل رد فعل. النادي الاهلي هو اللي بيعمل الفعل والانديه اللي بتعمل رد الفعل. حتى لما تيجي انت تلعب مباريات الزمالك اكتر من مره في تاريخنا كله، تلاقي ان اتحفظت مع نادي الزمالك مره ولا مرتين او ثلاثه. فاحيانا يمكن كنا بنتكلم في الامر ده، لكن انت اللي بتعمل الفعل وبتعمل رد الفعل. لكن النهارده المصادفه ان فرقه النادي الاهلي وفرقه وادي دجله الاثنين بيغيروا، مش بيغيروا الطريقه طريقه اللعب كسيستم وباص وتحرك، لا. يعني النادي الاهلي كان بيلعب المباراه اللي فاتت كان بيلعب 4-3-3، هيلعب 4-2-3-1. وادي دجله كان بيلعب 4-2-3-1، هيلعب 4-3-2-1. والاثنين اللي هم بتوع وادي دجله اللي احنا بنتكلم عليه وجينجينيو تحت كارتيرون ممكن ينزلوا كمان كلاعيبه نص ملعب يقابلوك. هم هيقابلوك منين؟ هيقابلوك من نص الملعب اكيد. يعني مش هيعمل عليك الضغط. عارف ليه؟ لا هو هيعمل مش هيعمل عليك ضغط. انا بتكلم على وادي دجله. وادي دجله مش هيقدر يعمل عليك ضغط. ليه ما بيعملش ضغط وادي دجله؟ لانه بيعتمد على الباص والتحرك. الباص والتحرك لو عمل ضغط امامي ممكن الكره تتقطع من الناحيه الثانيه عقبال ما ينزلوا عشان ينقلوا. هم بيعملوا زيادات. يعني مثلا هم وادي دجله بيلعب بطريقه اسمها الطريقه الهرميه دايما، اللي احنا لما بنيجي نعلمها الناشئين اول ما بنبدا حته الباص بنعلمهم الطريقه الهرميه، اللي هو لازم واحد على يمينك، واحد على شمالك، واحد قدامك، واحد في النص، علشان يبقى عندك خيار والتاني والتالت والرابع.
في الباص والتحرك لما تيجي تلف وتتحرك وتشتغل. ال 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 الرد الفعل الثاني بقى ايه؟ لما بتيجي توصل على الجون، دي المهم اللي وادي دجله السنه دي عكس السنه اللي فاتت. وادي دجله جايب اهداف قليله السنه دي، يمكن أربعة. لا بص، هو اربعه في ثلاث ماتشات معدل مش وحش بالنسبه لوادي دجله، ولكن داخل فيه اربعه. لكن ما هو ما انا عايز اقول لك حاجه كابتن، يعني يمكن الطريقه الجديده اللي دخلت من وادي دجله بقى لها ثلاث سنين هي نجحت في الشكل العام كشكل سيستم، لكن كنتائج ما كانش ناجحه، كانوا بيصارعوا على الهبوط اكتر من سنه. سنتين صاروا على الهبوط، لان البلان بي بتاعهم مش موجود. عارف انت لما بيجي النادي الاهلي احيانا بيجي يمسك الكوره، النادي الاهلي اكتر من مره يجيب جون والتاني وبعدين يقدر يمسك الكوره ويتحرك ويباص ويتحرك ويباص، لكن ما بيفضلش على كده على طول. حتى وهو كسبان اتنين بيروح يهاجم مره واحده علشان يجيب التالت والرابع والخامس. واحنا جايبين 10 تجوان ما شاء الله في ثلاث ماتشات، يعني أي. يعني نتيجه في ثلاث ماتشات يعني 3 من 10 او 3.5 من 10 كمان، يعني انت بتتكلم في معدل عالمي ما حدش بيجيبه. كويس. فلما تيجي انت النهارده لو انت بتلعب وادي دجله، لو نجحت انك انت تعمل الضغط اللي كابتن علاء قال عليه، كابتن علاء حذر وقال حاجه مهمه جدا، انك ما تعملش ضغط وخلاص. أي. لان لو اتفكت ممكن تتدرب كتير، لكن الضغط يتعمل. هو قال لك لو ضغطت من القلب، لو ضغطت من القلب خلي بالك لو فكت هيبقى مشكله عليك. يعني انت عايز توديها كابتن علاء دايما القلب عادل مساحه كبيره بالظبط. لو اي حد من الاثنين لو حد من الاثنين مساكين خد خطوه لقدام هياخد الكوره هيلاقي مساحه جري كتيره قوي. أيوة. لان كل واحد ملتزم، عشان كده دايما هو في العالم كله مش في النادي الاهلي بيحبس الضغط دايما على الاطراف، وعلى لان الاقل ايوه الاطراف، لان دايما الاطراف هتلاقي فيها بالظبط يا عادل واحد او اثنين، المساحه اللي موجوده انت تعرف تضغط كويس قوي. تمام، انت فاهمني. لكن بس كمان في نقطه مهمه كابتن، عشان الخط كمان بيساعدك، الخط مساعد معاك في الضغط. ما انا بقول لك بيحدد لك الملعب كويس قوي يا عادل، بتبقى أيوة. مساحه التمرير ومساحه الضغط انت بالنسبه لك كلاعب تقطع الكوره اسهل، غير لما بتبقى رايح تعمل ضغط على واحد عنده مساحه ان هو حتى ممكن يعدي منك، لكن لو رحت على خط انت خلاص قافل المساحه. اللي انت بص يا عادل، قمه الضغط في العالم انت اللي تحدد الضغط يروح فين. أيوة مش هو. أيوة. بس انت اللي بتحدد ده الانتصار. طبعًا. أيوة. دايما المهاجم او اللي في نص الملعب انا اللي بخليك تتحرك انت، مش انت اللي بتحركني. هو ده قمه انتصار في الضغط نفسه. بس انت عندك مشكله النهارده في الضغط الامامي، لو حصل عندك وليد سليمان، عندك حسين الشحات، الاثنين وليد سليمان مش فيت 100%، عندك حسين الشحات ممكن ما يكونش فيت 100% برضه، فيبقى عندك محمد شريف وصلاح محسن ما بياخدش كتير، فيبقى عندك ثلاثه مش فيت، يعني مش اقوياء جدا. فعشان كده بقول لك احتمال النهارده في البدايه هتضغط الضغطه مره ولا اثنين ولا ثلاثه، عقبال لما تجيب حاجه، لو حصل وجبت حاجه هترجع تلعب في وسط الملعب، تديهم الكره في وسط الملعب علشان حته الضغط يبقى المجهود عليك. طيب كابتن هاني، كابتن عادل بيقول لك ان ممكن دجله النهارده ما تضغطش النادي الاهلي من قدام، ولكن دجله زي النادي الاهلي بيلعب لعب مفتوح وبيبتدي الهجمه من تحت، تفتكر البدايه هيكون التفوق لمستر موسيماني ولا بابا فاسيليو هيعرف يتعامل مع الضغط دوت بتاع النادي الاهلي؟ انا شايف كابتن الراجل مستر موسيماني ممكن النهارده زي ما الكابتن عادل قال ان ممكن ما يبداش ضغط من قدام فعلا، لان طبعا انت عندك الناس راجعه من اصابه زي وليد سليمان، صلاح محسن بقاله فتره ما بيلعبش، حسين الشحات برده لسه راجع، كان عامل عمليه ولسه راجع، فلسه برده مش فورمه، فالناس اللي قدام برده الراجل مش عايز يجازف ان هو يخسرهم في وقت قليل او في وقت قصير. ان انت لما تضغط من قدام بتستهلك من طاقه اللعيب وبتستخدم من مجهوده، تاخد من مجهوده كتير. دجله يبدا من بالظبط بالظبط. انا شايف ان انسب حاجه للراجل للمستر موسيماني ان هو يسيب نوادي دجله يستحوذ ويطلع بكورته عادي. انا بضغط، انا فكره الضغط يا كابتن ايمن، فكره الضغط ان انا عايز استفاد من لعيب فاضي هو اللي يعمل الزياده العاديه على النادي الاهلي. أي. النادي الاهلي لو ضغط من قدام هيساعد وادي دجله ان هو يعمل كده، ان هو يطلع ان هو يفضل الراجل سكان الباك رايت او سكان السيرد باك اللي هيطلع، ان هو يعمل الحاجه اللي هو الراجل عاوزها اللي هو كوتش بتاع وادي دجله. لكن انا شايف يا كابتن انسب حاجه ان الراجل مستر موسيماني ما يقبلش من قدام، يسيب فرقه وادي دجله تلعب لعبها عادي، وانا اعتقد ان الماتش هيبقى مفتوح، هيبقى ماتش حلو. الفرقتين بيلعبوا كوره، في عناصر كويسه هنا، انما وادي دجله مش هيغير من اسلوبه، مش هيغير من اسلوبه لا خالص، ولا هيعتمد على الكرات الطوليه خالص.
الكرات الطوليه في اي وقت من اوقات المباراه، سواء النادي الاهلي ضغط ممكن يضغط عليه من قدام، ممكن 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 الكره تتقطع، ممكن يدخل فيه جول. ما هو خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه، يمكن الماتش اللي فات احنا اتكلمنا فيه كتير بتاع ماتش الاتحاد، ان احنا شفنا مثلا نادي الاتحاد دخل فيه جول ما غيرش الاسلوب، دخل فيه الثاني ما غيرش الاسلوب، بس نادي الاتحاد أعتقد نادي الاتحاد الطريقه بتاعته كانت غريبه شويه يعني، ما انا بقول لك يعني في مساحات، بس في مساحات كبيره جدا. وادي دجله اعتقد انه مش ممكن يعمل كده النهارده، لا لا، وخصوصا ان هو متفرج على ماتش الاتحاد للنادي الاهلي الماتش الاخير. اكيد طبعا اكيد، انا وادي دجله مش بيغير طريقته يا كابتن، وادي دجله على فكره ده في قطاع الناشئين وفي الاكاديميات نفس الشغل، هو نفس الاسلوب بيعلمه الاولاد ازاي ان انت تبدا من تحت، ده من ايام تكيس. ايوه بالظبط، ازاي ان انت تبدا تحضر من تحت وتطلع بالكوره حته الطويل دي. عم منصف عنده ميزه ان هو بيقدر يلعبها الواحد مزبوط بشكل كويس جدا زي الشناوي بالظبط، يعني عم منصف رجليه كويسه ورؤيته كويسه وبيعرف يلعب برجله كويس جدا. أي. وعشان كده الراجل الناس اي مدرب بيجي وادي دجله بيعتمد على الطريقه دي، لان محمد عم منصف بينجح حاله. ايوه صح، انا شايف ان الطريقه دي مش هتتغير في وادي دجله، هيفضلوا شغالين على السيستم ده. بس انا شايف ان في بس حاجه النهارده، محمد هلال، غياب محمد هلال هياثر بشكل كبير جدا على وادي دجله، لان محمد هلال من اللعيبه يعني الراجل محور ارتكاز كويس قوي، بيقدر ان هو ينقل الكره من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه لوادي دجله، بيعتمد عليه اعتماد كل الراجل. صلاح امين النهارده برده وجوده على دكه البدلاء وهو وحسام عرفات، اعتقد ان الراجل ممكن برده يستغل حته التغييرات النهارده بالنسبه لوادي دجله، ان عنده ناس بره خبرات زي صلاح امين وزي حسام عرفات، اعتقد ان الناس دي ممكن يبقى ليها دور في الشوط الثاني. لكن التشكيل انا شايف الماتش اللي النهارده هيبقى ماتش سريعا سريعا. الدكه بتاعت فرقتين، دكه النادي الاهلي للراجل مجبر على على بالظبط، يعني في معظمهم طبعا من قطاع الناشئين صغيرين. النهارده زي ما قلت يا كابتن في اول كلامي ان الراجل مجبر النهارده على التشكيل وعلى طريقه اللعب النهارده. في ياسر ابراهيم بره موجود، في محمود وحيد، في احمد ياسر ريان موجود، زياد طارق، طبعا انت حضرتك قلت الاسماء. نفس النظام برده الناحيه الثانيه، لكن باختلاف الخبرات صلاح امين وحسام عرفات، انا شايف ان هيبقى ليهم دور كبير جدا. هنشوفه جوه الشوط الاول ان شاء الله. ان شاء الله كابتن علاء، ان شاء الله ان شاء الله نادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كابتن شريف، بنتمنى ان شاء الله طبعا يكون في تفوق واكثر من هدف باذن الله. كابتن عادل، ان شاء الله بالضغط البدايه ممكن تجيب حاجه في الاول باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل وبعدين نتقابل مرة تانية بعد نهاية أحداث الشوط الأول، أرجوكم انتظرونا.